هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأنجح صينية كيك ممكن تعمليها. لو الكيك ما بينجحش منك أو بيطلع هبطان منك أو بتطلع ناشفة أو بتطلع فيها أي مشكلة أيا كانت، تابعي معايا الفيديو النهاردة وهتطلعي أحلى وأطعم صينية كيك ممكن تعمليها. بعد كده مفيش فشل للكيك، وداع لفشل الكيك يا جماعة. وهنعمله من غير خلاط ومن غير مضرب كهربائي، هنعمله بإيدينا. مكوناته بسيطة جدا والنتيجة زي ما انت شايفة ناجحة جدا جدا. كيك يومي لزوم الفطار كده او العشاء مع كوباية شاي بلبن او كوباية نسكافيه وبألف هنا وشفا. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف المكونات بتاعتنا. بس طبعا قبل ما نبدأ لايك وشير للفيديو. اول حاجة معايا هنا كوبايتين من الدقيق منخولين، طبعا بس كوبايتين ناقصين معلقتين لان انا عوضت المعلقتين دول بمعلقتين من الكاكاو الخام، كوباية الا ربع من الزيت النباتي، كوباية من السكر، كوباية من الحليب، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا البيكنج باودر والفانيليا. وانا معايا هنا قطع من الشوكولاته. واحنا شغالين هقولك تقدري تستغني عن ايه وتقدري تعملي ايه. طبعا ما ننساش ذره الملح الصغيره، وهنفضي برضو البيكنج باودر على الدقيق المواد الجافه كده مع بعضها، وهحط الفانيليا على البيض عشان اسهل على نفسي وابدا اشتغل على طول. هنجيب بقى طبعا البوله اللي هنشتغل فيها، هنزل فيها بالبيضتين وطبعا معاهم الفانيليا، وهبدا بقى اضرب البيض بتاعي بالمضرب اليدوي عادي جدا. تضربي بايديكي، عاوزه تحطي في الخلاط وتنجزي اكتر مفيش اي مشكله، بس احنا حبينا نسهل على نفسنا النهارده وهو المضرب اليدوي وهنعمل بيه كل حاجه باذن الله. البيض طبعا انضرب معايا، هنزل عليه بكوبايه من السكر، نقدر نخليها كوبايه الا ربع، من كوبايه الا ربع لكوبايه على حسب حبك للسكر وعلى حسب حبك للحاجه مسكره قد ايه. بس الكوبايه مسكره حلوه قوي مع الكيك الشوكولاته. لو انت هتستبدلي كيك الشوكولاته اللي احنا هنعمله النهارده ده وتخليه كيك فانيليا، نقدر نحط كوبايه الا ربع بس مفيش اي مشكله. حطيت عليه برضو كوبايه اللبن بتاعتي، ويستحسن ان اللبن يكون دافي شويه يعني زي دمع العين كده، ما يبقاش ساقع، بيفرق جدا في نجاح الكيك. ونزلت عليه كمان بكوبايه الا ربع من الزيت، زيت نباتي نضيف يا جماعه ملوش اي ريحة علشان الكيك بتاعنا يبقى ريحته لطيفة في الاخر. هجيب بقى المكونات الجافة، وانا كده كده اصلا كنت نخلة الدقيق مرتين وادي مرة تالتة كمان اهو مع الكاكاو والبيكنج باودر وطبعا ذرة الملح، وننخل الدقيق كويس جدا. وبرضو نجاح الكيك بيعتمد على نخلك للدقيق، لما بتنخل الدقيق اكتر الكيك بيطلع ناجح اكتر واكتر. هبدأ بقى أقلب الكيك بتاعي من تحت لفوق كده وبالراحة، احنا ما بنعجنش احنا بنقلب بس لحد ما ذرات الدي دي كلها تختفي. أهم حاجة ما يبقاش فيه تكتلات والكيك نقلب في اتجاه واحد، ما بنقلبش رايح جاي. وادي خليط الكيك بتاعي جاهز اهو زي ما انت شايفة، مفيش اي تكتلات نهائي والخليط هو ده السمك اللي انا عاوزاه. إضافة من عندي أنا ضفت مكعبات من الشوكولاتة، بما إن ولادي كانوا حابين إن الكيك يبقى بالشوكولاتة وأنا محبتش إن أنا أعمله بصوص علشان لو حطيت لهم منه في اللانش بوكس ما يزهقهمش وما يضايقهمش في المدارس، فأنا استعوضت الصوص بمكعبات من الشوكولاتة أو أي شوكليت شيبس ممكن تحطيها في قلب الكيك. ده لو أنتي هتعمليها كيك شوكولاتة. معي هنا بقى صينية مقاس 26 متبطنة طبعا بمادة دهنية ومتعفرة بالدقيق، وهنزل فيها بخليط الكيك كله. لو انت مش حابة ان انت تعملي الكيك شوكولاتة وحابة ان انت تعملي فانيليا، هنعمل بنفس الخطوات اللي انت شفتيها دي، هنشيل بس منها الشوكولاتة اللي احنا حطيناها، وكمان هنشيل معلقتين الكاكاو اللي احنا كنا حاطينهم في الاول ونخليهم كوبايتين دقيق ابيض كاملين عادي. هنمسك الصينيه بقى بتاعتنا نخبطها خبطتين ثلاثه كده، وهنجيب اي عود من الشيش او حتى ظهر المعلقه او ظهر السكينه، وهنبدا نمشي بس كده في الكيك علشان ما يبقاش فيه اي فراغات والكيك يبقى مفرغ من جواه، علشان يبقى بس الفراغات بتاعته من جوه صغيره. الكيكه بتاعتنا بقى هتدخل على فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180، هتقعد في الفرن حوالي من 45 دقيقه ل 50 دقيقه، وهتطلع معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حلوه قوي وريحتها حلوه قوي والهشاشه بتاعتها ناجحه 100%. هسيبها بس تبرد شويه علشان نقدر نقطعها وعلشان نشوف شكلها من جوه عامل ازاي، ده بعد مرور 50 دقيقه عليها في الفرن. اهم حاجه ما نفتحش الفرن قبل مرور يا جماعه 35 دقيقة علشان نشوف الكيك هل هو استوى او ما استواش. على حسب الفرن بتاعك ممكن تقعد 45 دقيقة وممكن تقعد 50 دقيقة، ده على حسب الفرن اللي عندك.
لكن الفرن يبقى هادي شويه، هتطلع معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده، حاجه كده تحفه جدا. طبعا بردت، ونبدا بقى نقطع فيها. وزي ما قلتلك لو مش حابه ان انت تعملي كيك شوكولاته، ممكن نعملها كيك فانيليا بنفس المكونات اللي احنا اشتغلنا بيها، بس هنشيل منها معلقتين الكاكاو ونشيل منها الشوكولاته. وممكن كمان ان انت تضيفي الشوكولاته في كيك الفانيليا عادي جدا، وهيبقى شكله حلو قوي قوي من جوه لما يبقى كيك فانيليا كده وفي قطع صغيره من الشوكولاته، هتفرح اولادك جدا. فسواء عاوزه تعمليها كيك شوكولاتة او كيك فانيليا، هي نفس المكونات ونفس المقادير اللي احنا كنا عاملينها، وكمان نفس الخطوات اللي احنا عملناها، مفيهاش اي تغيير خالص. ودي الكيكة بتاعتنا، منظرها قمر يا جماعة، خفيفة قوي، شايفين الخفة بتاعتها وشايفين الطراوه، الفراغات بتاعتها مش كبيرة قوي، لونها من فوق ومن تحت حلوة قوي قوي. هي طبعا بس مفرولة حاجة بسيطة لان انا قطعتها وهي سخنة، تقدري تستنى عليها لحد ما تبرد تماما وتقطعيها، وبألف هنا وشفا، ناجحه جدا، ومكوناتها زي ما انت شايفه وطريقتها بسيطه جدا جدا. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، والوصفه بتاعتي المتواضعه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، ولو اول مره تشرفي قناتي ما تنسينيش في اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.